يا سعاد يا نوال شو بك يا مو خير؟ شوفي مين سعاد ونوال؟ امي سعاد يا نوال تعالوا شوفوا اخوكم شو بده. تعالوا حبيباتي تعالوا. شوفي اخي شوفي، بهذا البيت ما عاد في زعل وكشاشير بنوم، الكل بده يراضي الكل وتفتحوا صفحة جديدة. وانت يا سعاد ونوال مربايين على اصول، وهي الميمة موجودة، ونحن تعلمنا انه ما نحقد على حدا بنوم، وهي انا عم بحكي قدام مرتي فريال. زعل بهالبيت ما عاد في بنوم، وفريال هي اللي طلبت انه تصالحكم لانه بتحبكم. يلا فريال روحي سلمي على سعاد ونوال وبوسي راس الميمة واطلبي رضاها. هلا انا اللي بدي اقوله انكم انتم مثل اخواتي، وانا ما بدي شيء يزعجكم، وانا اسفة اذا بدر مني اي شيء، وما بدي الا المحبة تجمعنا. شايفين هالكلام شو حلو؟ شو بدكم احسن من هيك؟ اي والله يا اخي الله يخلي لك اياها، هالفريال بتجنن ما في منها، ونحن كثير بنحبها. هذا اللي بعرفه عنكم يا اخواتي. وانتي ميمي انا بدي روح، بدك شيء؟ لانه بدي اتغدى برا، وبعد الظهر عندي اجتماع مع عضوات الحارة عند الزعيم. عاوزة شيء؟ الله معك ابن عمي، يوجه لك بكل خطوة سلامة. السلام عليكم. الله معك ابن عمي. أنا رح فوت نظف لكم غرفتكم، اسمني خلصت على بكير تقبروني. يو ما عم صدق حالي، شو صار لهي فريال على الغفلة بنص الحفلة؟ ليكون دخل لقلبها الرحمن والرحمن لقلبها دخل. هلأ هاي خرجة يدخل الرحمن لقلبها. شبكي فريال؟ آه ما في شي. شو ما في شي؟ لا في شي. لا تشغل بالك حبيبي، حط راسك ونام. لا بدي اشغل بالي، قولي لي شو في. يا ربي شو بدي احكي؟ خلص حبيبي نام. لا ما حنام لا اعرف شو في، احكي والا. ابن عمي يعني اذا بدي احكي بدك توعدني انك ما تتصرف اي تصرف يزعج نوال وسعادها. لك شغلتيني بالي، احكي بقى. يعني شو بدي احكي؟ اي والله ما صدقت ايمت تصالحت انا واخواتك ورجعنا حبايب، وانا بحبهم كثير. بس شو؟ اليوم بعد ما تصالحت أنا وإخواتك حبيت أفتح صفحة جديدة معهم، وبعد ما نظفنا الدار قلت لهم أنا براسي بدي فوت ونظف لكم غرفتكم، وبس فتت لنظف الغرفة إيه كملي. بصراحة شفت لك شوفة أبداً ما عجبتني. لك شو شفتي؟ خلصيني. شفت الجرة المسروقة عندهم بالغرفة مخبيينة بسف الخزانة. لك شو عم تقولي؟ بس أنت وعدتني أنه ما تعصب وما تحكي معهم شي. وشو جاب الجرة المسروقة لعنده؟ الله العليم كاينين عن مرت العقيد ولعبانة عينهم على الجرة، سارقينا واخدين منا الذهبات ومخبيينا بالخزانة للجرة. لك شو عم تحكي انتي؟ شو عم تحكي؟ ابن عمي ما تعصب، بس اذا بدك انا بكرة من بعد الظهر باخدهم بزيارة، وانت بتفوت بتشوف الجرة بعيونك منشان لا سمح الله ما يقولوا اني انا عم حرضك عليهم. لك شو هالمصيبة هاي؟ لك معقولة؟ اهدى حبيبي واسمع مني هالكلمتين. ايه يا ميت اهلين وسهلين بالغوالي والله. الاهل تقبريني. يخلي لي احلى فوزية واحلى فوزية يخليني. فوزية انا حكيت لبنات حماية انك عازمتيهم على شراب الورد. ايه شو عليه ميت اهلة وسهلة فيكن والله. دخيل عيونك يا فوزية ما احلاكي. اصلا انا كنت طمعانه اني اجي اشرب عندك فنجان قهوه مشان تبصري لي بالفنجان. وانا كمان وانا كمان ايه كمان منبصر. ليش لا؟ هلا اشربوا شراب الورد بعدين منبصر وبنقعد وبنحكي على كيف كيفنا. يخرب بيتك يا نوال ويا سعاد، لك بدكم توطوا راسي قدام زلم الحارة وأنا يلي عم بطمح صير عقيد عليهم. لك شو أعمل فيكم؟ آه شو أعمل فيكم؟ لك الله يستر ما حدا يعرف بالقصة. بس بري عليك يا فريال، والله إنك زكية وأصيلة. أنا بفرجيك يا سعاد ويا نوال،
يطول بالك ابن عمي، كبرها بتكبر صغرها بتصغر، وعدم المؤاخذة بيضلوا اخواتك. اسمعي فريال، امور يا احلى رجال. هي القصة ما بدي حدا يعرف فيها بنوب. يوه، معقول احكيها لحدا؟ وبالنسبة لهدول الحرامية اخواتي، ايه انا بعرف شغلي معهم. يعني شو بدك تعمل ابن عمي؟ معقول تقل لهم بنصاص الليالي لعند اخوك ابو عبدو؟ سعاد، نوال، شوفي اخي، اخي شوفي. ايه شو بك؟ شوفي ولي سعاد، وانتي ولي نوال، هلأ بتضبوا غراضكن وما بعرف بدي اشوف اشكال بنوبة. لك خيرك امي، شو بقى؟ امي خليهم يضبوا غراضهم ويروحوا ينقبروا ويسكنوا ببيت ابو عبدو. ليش لك اخي؟ نحن شو عملنا لك؟ خلصي ولي، خلصي، ما بدي اسمع منك ولا كلمة. ها لك قلي شو بقى؟ شوفي شو عملوا. امي من شان الله، خلص ما بدي اسمع ولا كلمة، لا تجنيني. خلص اختي، فوتي نضب غراضنا، اصلا هالعيشة بهالبيت ما بقى تنطاق وما بقى تنطاق هالعيشة، فوتي. لك شو بك لك امي، شو بك؟ خير يا ابي، ناس وقتهم طلع. شو جابك انت بقى؟ رايح فروني لغرفتك، سرعة. برافو عليك يا فوزية، ايه والله طلعتي مانك قليلة. ليش هيك عملت ابن عمي؟ هدول بيضلوا اخواتك وما لازم تعمل هيك. سدي حلقك وفوتي انقبري لجوا انتي. حاضر. شو ابن عمي؟ ما بدك تاكل؟ مالي نفس. اي ما تحملها زيادة، بنات وغلطوا وبتكون لعبة عيونهم عليها، وبالأخص أنها مليانة ذهب. بس لو أعرف وين هالذهبات. هنن ما رح يقولوا لك، بس أنا بوعدك أعرف لك وين. شلون؟ يعني رح سايرهم استدرجهم، بركي بعرف منهم وينه. كان لازم أعرف منهم كل التفاصيل قبل ما ألحوا. أكيد رح ينكروا، حتى قصة الجرة رح يقولوا لك ما بنعرفها. شلون شلون؟ ما هي كانت بغرفتهم. أنا برأيي منيحة اللي ما خبرتهم، وخلي القصة سر بيني وبينك تقبرني، وكمل على أساس ما بتعرف شيء قدام زلم الحارة، لأنك تقبرني بدك تصير العقيد، وهيك قصة ممكن تبعدك عن العقيدية. مثل ما عم قلك، سرك كبير تقبرني، بس إذا حدا سألك ليش قلعتهم وعجيب سيرة الجرة. والله عم تحكي صحيح يا فريال. ابن عمي في شغلة كمان. شوفي، يعني ابن عمي أنت لازم تكتب لي الدار باسمي، يعني بعيد الشر بعيد الشر بعد عمر طويل، خايفة يلعوني إخواتك برا الدار. اطمني من هالناحية، نحن بالعيلة ما بنموت قبل 100 سنة. شو هاد؟ وليش ما خبرتني يا بعدي قبل ما تتزوجني؟ لك أخي، أولتها وآخرتها بدها تعرف، يعني شلون ما بدك تخبرها وما بدك تخبرها شلون يعني؟ أيوة أنا مع سعاد، لازم تخبرها. مزبوط تقبرني، مزبوط كلام إخواتك، لازم تخبرها. ايه والله يا عمو انا كنت بدي خبرها من زمان، بس خفت تعملنا شي فنطي تفقس لي زوازي كلياتها، بس هلا ما في مشكله، صار بحسن مخبرها. فتحيه، يا فتحيه، تعي عاوزي تعي. نعم ابن عمي. اسمعيني منيح يا فتحيه، أنا بكرة عرسي من زوجتي الجديدة، بقى الله يرضى عليكي بدي إياكي تحبيها لسعدية، ومثل كل مرة بوصيكي إنك تحبيها وتتعاوني معها وتكونوا إيد واحدة لحتى هالشخطورة تمشي، مفهوم؟ ليش هيك أرض الديار وسخة؟ شو ما كنتوا تنظفوها؟ لا يا بعدي مننظفها كل يوم، بس شوفت عينك أرض ديار كتير كبيرة، إجباري بدك توسخ كل يوم. إيه بس مو لهالدرجة حبيبتي، حبيبتي مو لهالدرجة. سعاد، أنتي ليش ما تجوزتي لهلا؟ يعني والله صرتي قدش، يعني قصدي كبيرة. ولك أنا كبيرة؟ كبيرة أنا؟
ايه حبيبتي اختي كبيرة، بس سبحان الذي خلق علي وش مثل القمر بيضوي ضوي، مو مثل بعض جماعات واضح عليهم الشيخوخة مبكرة. ايه بس اللي معهم شيخوخة مبكرة اتجوزوا والله رح يطعمهم اولاد. ايه ليجي الصبي منصلي على النبي. بس انا بعرف اللي بتبقى هيك كبرت وما تجوزت يمكن بيقولوا عليها الناس شو اسمها معنسة. ايه حبيبتي لأنه الناس بتحبني دعت لي الله يبعث لي ابن حلال، بس أنا ما تجوزت لأنه ما عاد صفي ولاد حلال، ولاد حلال ما عاد صفي. والله وينك تقبريني، نفس الدعوة دعمولي إياها وأخذته لأبو عبده. أبو عبده لأنه أول رجال وآخر رجال ابن حلال بالحارة. يوه ليش عمي الله يرحمه ما كان ابن حلال ولا مو من ولاد هالحارة؟ ولي عليكي ولي عليكي، إنك سمعت رسالة ما بيلحقوا لك. سيف القاطع ما